في جنوب الأراضي الفلسطينية وبالتحديد في قطاع غزة، تمكن مجموعة من الشبان وهم من عائلة واحدة من تصميم مشروع يعمل على استخراج الوقود من البلاستيك، حيث تمكنوا من استخراج البنزين والسولار والزيوت بهذه الطريقة التي عملوا على تطبيقها منذ 6 أشهر بعد اطلاعهم على تجارب سابقة في دول عربية ومنها سوريا. أول حاجة بنأخذ البلاستيك بنحطه جوا التانك وبنولع تحت النار، بتصل الساعة السخونة عنا من 350 ل 200، بتطلع الشحمة وبطلع بتكتف، بنزل في شبكة التبريد، بطلع منه كاز وبنزين وبطلع غاز. الطريقة تساعد في إنتاج ما يقرب من 1000 لتر يوميا، موزعة ما بين مادة البنزين بمقدار 200 لتر والسولار بحوالي 500 لتر وصولا للزيوت التي تنتج بمقدار 300 لتر تقريبا. لو كبرنا التانك وحطينا فيه كمية بلاستيك أكبر بنطلع من 3000 من 3000 ل 4000 لتر يوميا. المشروع الذي لاقى نجاحا بات محل إقبال نتيجة لبيع الوقود بأسعار أقل من سعرها في محطات الوقود. كله بطلب تعين من الصيادين، وعندنا تعين الفزب بيشتغلوا على الفزب بأخذوا من البنزين. إن تقريبا 6 شهور تقريبا من درب الفزب ولا بنواجهش ولا أي مشاكل، فهم كيف؟ وبمد بالفزب أكثر وأرخص. ويسعى القائمون على المشروع إلى توسيعه بما يمكنهم من إنتاج كميات أكبر مستقبلاً.